غسان ما تقول لي ايش بيك تفطر ورايا من الصبح لي هسه، ايش تريد؟ ما تقول لي ايش تريد؟ انا حبيت حب، لا تقول لي ولا تقول لي حب عاشق للقارات، لان هي بعيده يعني بامريكا مو هنا عايشه. وهسه ايش تريد من عندي؟ اريدك تترجمني انجليزي لان البنيه اجنبيه. زين هي وين قاعده؟ هي عايشه بكاليفورنيا. بس هاي دوا ما قحه ولايه. وهسه وين؟ هسه انتقلت الدتروت. دتروت تاي تندلها؟ اي على الخارطه نمشي بغداد بيروت دتروت. ايش اكتب لها؟ وسام يعني اريد اعرف هي مربوطه قبل يعني عندها رجل سابق الاوانه. اوكي. I am afraid she you had a space. كل زين. بس يعني شنو سبيس؟ انا خايف لا انت بيك مجال. وسام يعني اني اريد احكي هسه وياها حكي زاحف 18. يعني اندر 89. يعني عادي هم هناك تقبلها على عرضها؟ يعني ايش مدريني غير صديقتك هي. يعني اني سامع هناك اي بنيه تكبر تعوف اهلها وتفقد برج العذراء. Are you open؟ شنو open؟ Open mind يا معود، يعني عقلك متفتح؟ ها. Are you daughter of daughters؟ يعني هل انت بنت بنوت؟ وسام اطلع لها من الرصيف قبل اسالها اقول لها هل عندك عدم ثقه المناعه الايدزيه؟ يعني ايدز؟ اي. Do you have hands؟ شنو hands؟ الايد بالانجليزي يعني هاند. تحط لها اس الشخص الثالث شو تصير؟ تصير هاندز يعني ايدز. بس انا سامع هذا المرض ما يجي من الايد، يجي من الشخص الثالث. وعلى مود هذا خليت لك اس، ومو اس عادي خليت لك اياه، خليت لك اس طويل. انا ضميري دي يأيدني، واريد انهي قصة حبنا هاي العظيمة واكلكها بالزواج. تدلل. باقرب فرصة دالة، لان بعت الاول والثاني واريد اجي يمك. I am falling from rooftop. يعني انا واقع من السطح. And I am want to be husband. برافو. بس شنو هازمنت؟ يعني أنا أريد أتزوجك. أريد أتزوجك بعيد ظهور عم وبابا نوئيل رأس السنة. I will marry you بوفير. بوفير يعني بعيد. نفس هماتك. The head of there. قلها لكن لدي شروط. ماكو روح لأهلك بين كل ليلة وضحاها. No go for your family. بتاتا. والشرط الثاني؟ Secondary. اريدك تسحبيني وش تنصحيني اقدم معاملتي على اليو ان لو على دي اتش ال. دونت بي 56 pull me beside you. يعني لا تصيرين 56 سحبيني يمك. اريد خلال شهرين زمان انا يمك. In 2 months donkey. I want to beside you preparing your father. فهمت. بس شنو father؟ In 2 months donkey يعني خلال شهرين زمال انا اريد اصير يمك. ترى بيرن احرق ابوك. لا مو مال غلط. لا بقى شنو هاي فتحت ودزت لك علامه تعجب وسمايلات وقلب مكسور. هسه وين ما اروح سمايلات اني هم سمايلات يعني ما تريدني اي سمايل يعني ما تريدني. قلها انت الخسرانه وعلى راي الشاعر جلال الديك الرومي انت قد تجد الحب في كل الاديان لكن الارهاب لا دين له.